بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. نحن اليوم نشهد صلاة الجمعة للمرة الثالثة في هذا المسجد المبارك، مسجد عقبة بن نافع. نسأل الله عز وجل دوام النعم وتمامها. ربي قال في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعمة تستحق الشكر، لكي نكون من الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. ربنا جل جلاله يعطينا النعم وكي نحمدوه ونشكروه تزيد، تتحقق فائدتان: الأولى الدوام، الثانية الزيادة. يعني ربي يدوم النعم، بل أكثر من ذلك، يزيد: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن الحمد ربي على هذه النعمة، وإن شاء الله ربي يتقبل من الجميع، لأن هذا النجاح صناعة جماعية. ربي قال في سورة الحديد الآية السابعة: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والإنفاق كل واحد واش أعطى له ربي. هذا المسجد أكيد كاين واحد عنده رأي، قالك نبنيو الجامع، هذا في حد ذاته إنفاق، إنفاق بالرأي، والرأي عنده قيمة كبيرة. المتنبي أبو الطيب يقول: الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو الأول وهي في المحل الثاني. واحد آخر عنده كلمة يقول: يلا انت اعطيت رأي. واحد يقول لي يدير لك كما يقولوا دعم تحفيز، يقول لك والله غير هذا رأي سديد يحتاج إلى دعم. هذا أيضا إنفاق، وهذا أيضا رزق. ربي قال في القرآن الكريم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، سورة إبراهيم مرة أخرى من الآية 24 إلى غاية الآية 27، كلمة طيبة، عجب. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وفي الأواخر الآية 26-27: يثبت الله الذين آمنوا. أو تثبيت، أو بالكلمة يعطي لك واحد الشجاعة، واحد الثبات كبيرة بزاف. وبكري المثل العربي القديم يقول: أعن أخاك ولو بالصوت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا واحد آخر يقول: أنا عندي المال أنفق، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وملكية الإنسان للمال كما يقول علماء الشريعة هي ملكية استخلاف وإنابة وتفويض، ليست ملكية مطلقة. ما كانش اللي يملك المال إترنالمون إلى الأبد، ما كانش. المال أمانة، ولكن الشاطر الفاهم ينفقه فيما يرضي الله جل جلاله. والآية السابعة من سورة الحديد بعد ثلث آيات ربي قلنا: ولله ميراث السماوات والأرض. وراكم رايحين، حذاري واحد يتصور أنه يملك المال هكذا إلى الأبد، لا، يملكه مؤقتا، يجي نهار يخليه للورثة والورثة يموتوا يخليه للورثة وهكذا. وربي قالنا جميعا بعد ثلث آيات الآية العاشرة من سورة نفسها حديد قال: ولله ميراث السماوات والأرض. إذن جاءوا جماعة اللي أعطوا المال، واحد آخر ما عنده لا شيء، ما عندوش المال، يقول كان عندي العرق، العرق يخدم، هذا جنيور، هذا أرشيتكت، هذا كل واحد، الجميع شارك. ثم في الأخير أنجز هذا المسجد المبارك في زمن قياسي. الرواية الأولى 18 شهر، الرواية الثانية 20 شهر، راهي دور غير ثم، يعني أقصى حد عامين. هذا إنجاز
إذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع. مبروك عليكم علينا وربي يجزيكم خير الجزاء. هذه لابد من كلمة على موضوع المسجد، نسأل الله دوام النعم وتمامها. بعدين ربي قال وسيجزي الله الشاكرين. باش نتعلم نقول الحمد لله على كل شيء، نحمد على كل شيء. حياتنا الآن حمد ربي عليها، جينا على رجلينا للمسجد، نعمة كبيرة جدا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والصحة كما تعرفوا تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. الموتى اللي خلونا اللي راحوا الله يرحمهم جميعا، وقالوا مثل زاتا السا اللي تجرحت الكبدة نتاعهم بفقدان الأعزاء، ربي يصبرهم ونقول لهم اطمئنوا. التعامل مع ربي جميل ومريح. ربي قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شوف باباك ولا يماك اللي كان يفطر معاك في رمضان الماضي، هذا السنة ما كانش، راح ثقيلة بزاف. أتحدث وأنا أرى العيون تبكي الآن، أرى العيون تبكي الآن. نعم، والدمعة مليحة بزاف. من أروع ما قرأت في قصائد الشعر العربي قصيدة الشيخ الأخضر السائح، يقول الدمع لا يكذب، الدمع لا يكذب. بس قبل قارن مطر عاد أتوث، مطر عاد أتوث، كي ترعد الرعدة تنزل المطر، وكي ترعد الكبدة تنزل دموع. والقاسم المشترك بين المطر والدموع هذا ما وهذا ما. نعم، ولكن اطمئنوا. نقولوا هذاك باباك ويمك فرصة، راك انت صايم في رمضان، ارفع الدعوات، اطمئن. بعد آيات الصيام في سورة البقرة الآية 183 185 بعدها مباشرة آية الدعاء الآية 186 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن هذه معاني نستحضرها في مقدمة لقاء اليوم. عنوان الدرس الإنسان بين الألم والأمل والعمل والأجل. انتهى، خلاصة الحياة عندها خمس ثواني فقط. حياتنا نلخصها في خمس ثواني: ألم، أمل، عمل، أجل. نبدأ. الإنسان، هذا الإنسان خلقه الخالق جل جلاله، حنايا، وسخر لنا كل شيء، كل شيء مسخر لنا، كل شيء، جميع الموجودات. نبدأ بالجمادات، الحجر والتراب والرمل وكذاك، ياك خلقتني ضربي هينكوني تغناوال. الجمادات مسخرة للإنسان، نعمة كبيرة. يلا نطلعوا شوية، نروحوا للنباتات، الحشيش والأشجار، هذه عندها خصائص لا نجدها في الجماد، أيضا مسخرة لنا، الحمد ربي وشكروه مرة أخرى. نطلعوا شوية، الحيوانات، الأنعام، عندها خصائص لا نجدها لا في الجماد ولا في النبات والشجر. الحيوانات عندها خصائص، خصائص النمو تختلف، الحركة والصوت وأي غير إلى غير ذلك ما تعلمون. نطلعوا شوية، واش نلقاو بعد هذه؟ نلقاو نحن، احنا البشر، البشر والحمد لله رب العالمين، زاد عطانا ربي النعم التي لا نحصيها عددا، عطانا مقومات الحياة من هواء الأكسجين. على بالكم ما عرفناش قيمته حتى في كورونا، هذه من فوائد كورونا، هذا الوباء المدمر المزلزل للنفوس وللمجتمعات وللاقتصاد. علمنا مما علمنا ما معنى الهواء الأكسجين، على بالك ما على بالناش قبل ذلك إلا القليل، إلا القليل اللي يعرف قيمة الأكسجين. ولكن جاء الوقت عرفنا قيمته،
ولا تعرف تعرف قيمة النور إلا إذا اكتنف نديجر الظلام. ستفاند القيمة تفاث ما كيوث وغور ظلام. عرفنا قيمة الأكسجين، تعلمنا كامل. اللي مرضوا يعرفوا أكثر. إذن الهواء مقوم من مقومات الحياة، الماء الماء أمان. ربي قال في سورة الأنبياء الآية رقم 30: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء كي تجي الصيغة القرآنية بهذا المعنى ما كانش استثناء، كل شيء، النباتات والأشجار والحيوانات والحضارات وكل شيء مبني على الماء، العبادات والعادات. وفقهاء يقول لك الماء المطلق كما في الرسالة ابن أبي زيد ولا المختصر الفقهي، الماء المطلق، ماء المطلق الصالح للعباد للعبادة والعادة إلى آخره، هو الماء بلا إضافة أو قيد، ماء مطلق، مياه الأنهار، مياه الآبهار، مياه الأمطار إلى آخر ما تعلمون في الفقه. إذ ربي قال في سورة الأنبياء الآية 30: وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن الهواء والماء والغذاء والكساء والدواء وغيرها، هذه وش هي؟ هي مقومات الحياة باش نظلوا الحمد ربي نعرفوا قيمة هذا الخالق الجليل جل جلاله. هذا هو الإنسان. زاد ربي سبحانه يحبنا، يحب البشر، بعث لهم هودات. شكون هما الهودات؟ الأنبياء. كش واحد زعما يجيبها بشطارته؟ هو الفلاسفة الكبار ضايعين على بالكم، هذه كبار الفلاسفة يعرفوش، راحت لهم، راح لهم طريق لربي، يعرفوا كل شيء ما يعرفوش ربي إلا من رحم. ولا لا لا كي تلقى واحد معجوزة في الجبل ما تعرف والو، تعرف ربي، تعرف ربي سوا سوا، ممكن يطيح طفل ولبس به يقول لك زوار انت الملائكة، سبقوا على بالهم بلي كاين عالم اسمه الملائكة. وهذاك الإيمان الله يا ربي الله، تعرفوا هذا الشيء، إيمان راسخ رسوخ الجبال، طلاسم، صاحب طلاسم إيليا، راحت له قاع. هو يعبر عن حالة الاضطراب واللي والتيه اللي عاشها، ليعيشها الإنسان اللي ماشي مربوط بربي، ما حبش يسمع الأنبياء. يقول لك أنا عندي عقل، عقل نوصل به نعرف كل شيء، وراك رايح إلي أبو ماضي تلف تلف. وبعدين عبر عن التيه والاضطراب اللي عاشوا، قال: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. لست تدري، لست تدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ قضية فلسفية مطروحة بقوة. أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ لست أدري. كرحت له قاع، قال: ولماذا لست أدري؟ لست أدري، ولكن اللي يسمع لصوت النبوات يطمئن. نقرأ سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي يوحى، قراءتان: إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الحمد لله، هو عرفناه. قبل هذا ضايعين قاع، قبل هذا ضايعين. إذن من أسباب تكريم رب البشر للبشر أعطى لهم الأنبياء، بعث لهم الأنبياء. سمعتوا الآية واحدة تلخص كلش، الآية 25 من سورة الأنبياء: هدات البشرية. استقبالي قرنس إم والهن تالسة، اللغة الأمازيغية الفصيحة مع أختها اللغة العربية الفصيحة، إم والهن تالسة. ولكن لازم يكونوا شاطرين، واش جابوا كاع الأنبياء تبعوهم؟ وتعرفوا الآيات في أواخر البقرة 286: لا نفرق بين أحد من رسله. وكي جا الاخر عليه الصلاة والسلام
اكتمل الدين واكتملت الشريعة، اكتمل كلش. الدليل نلقوه في سورة المائدة، قال الله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. هذه الآية عجيبة بزاف، كأن الله يسجل لحظات الاحتضار الأخيرة للشرك العالمي والكفر العالمي. اليوم، اليوم يائس، ولكن بيني وبينكم ربي ما قالش يائس الذين كفروا منكم، خاطئ، ما يأسوش، ما يأسوش. طب الدليل هو في سورة الممتحنة: إن يثقفوكم، كملها، يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. نرجع المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم. هو اكتمل الدين، اكتمل في أربع مستويات. الأول جانب العقدي الإيماني اكتمل، الجانب الثاني جانب التعبدي، الجانب الثالث جانب الأخلاقي التربوي، الجانب الأخير هو الجانب التشريعي التقنيني الضابط لحركة الإنسان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله. إذن هذا الإنسان كرمه الله. بعد ذلك كله قال في سورة الإسراء الآية رقم 70: ولقد كرمنا بني آدم. أعطى الكرامة للإنسان ربي، والشريعة تقرر أن كرامة الإنسان في آدميته. الدليل في الآية 70: ولقد كرمنا بني آدم. يا سيدي الإنسان مكرم والحمد لله. تبدأ الرحلة، أربع محطات سريعة. المحطة الأولى الألم، الألم. علاش قلت الألم؟ لأنه كلنا نتألم، كلنا. طبيعة الألم لا نعرفه، كل واحد واش عطالو ربي. أنا في الدنيا لو كان ما نتفكروش باللي رانا في الدنيا نتلفوا، خاطر كاين اللي تلفوا ربي يهديهم ويهدينا، طيح عليها المصائب ويتلف، ما يصليش، ما يعشرش، يروح فيها، ربي يهديه ويهدينا جميعا. إذا عرفنا من البداية من المنطلق أن الحياة فيها ألم لا ندري طبيعة هذا الألم، كل واحد يجربه ربي باش اللي يبغاه هو. الدليل في الآية 155 في من سورة البقرة، والآية التي تليها 156: ولنبلونكم، قالنا يعني خبرنا، قال نجربكم، ولنبلونكم بشيء لحسن حظنا. ربي قال شوية برك، بشيء من الخوف عشنا حتى الوباء اللي فات، دوك الحمد ربي رانا في نعمة، ما كنا هكذا العام الماضي، راحت راحت إن شاء الله تروح إلى الـ إلى الـ إلى الأبد بأمر منه. ربي اللي قال في سورة ياسين الآية 82: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نرجع إذن ربي سبحانه في سورة البقرة الآية 155: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن ربي سبحانه يجربنا، علاش؟ هذا هو الألم. كان اللي تألم في تجارته يقولك درت مشاريع خسرت، هذا ألم ولا ماشي ألم؟ ألم كبير. اللي بغى يعرف يسأله يسقسي، هو هو اللي يعرف. واحد آخر عنده ألم في صحته، يقولك والله غير في صحتي راني مريض. يا سعدك صبر برك، إذا صبرت تدي هذيك الآية تدي الأجر بغير حساب. زيد واحد آخر في أسرته عنده ناس ربي يهديهم ما يصليوش، هذا أيضا ألم. تلقى واحد يخرج من البيت الأسرة نتاعو ما تصليش، هذا واقعنا. كاين الخير ولكن ذا كاين مواطن الخلل في حياتنا، هذا أيضا ألم. هذا الإنسان والله غير يتألم،
كي يلحق للسجود يقول يا ربي اهدي بابا اهدي يما اهديهم كاع، وكاين اللي ألم 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 بلا ما نطولوا فيه. المهم الحياة ألم، ولكن ربي سبحانه قال يا اللي تتألم إذا صبرت، إذا صبرت تدي الأجر كما وعد ربي، خطر وعد الله مريح، وعد الله على ربي قال إن الله لا يخلف الميعاد. كي قال وبشر الصابرين، بشر الصابرين يعني يا سعد اللي عنده الصبر يستقبل القضاء والقدر بالصبر الجميل كما استقبله يعقوب. واش قال ربي على لسان يعقوب في الآية 18 كي جابوا له خبر مش مليح، قالوا له وليدك كلاه الذيب ماشي وقيلة، وزادوا يبكيوا تعرفوا الآيات، وجوابهم عشاء يبكون إلى آخره. وصل الآية 18 ربي قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. زيد شوية برك تجد الأمل، كي نوصل الآية 83-87 نوصلها إن شاء الله. إذن الألم، بعد الألم يأتي الأمل. الأمل ذا السيرم. نرجع لسورة يوسف الآية سمعتوها الآية 18 قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولكن من بعد واش قال ربي سبحانه في الآية رقم 83؟ شوف الأمل كيفاش يخرج، راح يوسف عنده سنوات إلى آخره، ربي سبحانه قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. واش ناخذ احنا كدرس؟ نقولوا نزرع الأمل في الوقت الذي اجتمعت فيه عوامل اليأس. المفروض يعقوب ييأس، ولكن ربي سبحانه أراد أن يعلمنا الأمل فجاء على لسان يعقوب الآية 83 فصبر، بدأ بصبر خطر صبر هو اللي فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. نمشي شوية نلقاو الآية 87 جمع أولاده قالهم قالها بصراحة يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ما تيأسوش من رحمة ربي. لذلك نحن مهما كانت آلامنا مهما كانت جراحاتنا من يأسوش من رحمة الله، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة يقول في الحديث الذي خرجه الإمام الحاكم وغيره إنما أنا رحمة مهداة، ويقول في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم أنا محمد بداية الحديث في نهايته ونبي التوبة ونبي الرحمة. وفي سورة الأنبياء الآية 7 بعد 100 الأولى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الأمل كي يكون عندنا الأمل نتوقف؟ لا لا، لازم العمل. نرجع الآية 87 قالوا تحركوا يا بني اذهبوا تحركوا، ماشي يكون عندهم الأمل وإذا تريحوا، لا لا، وعللوا النفس بالأمل أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إذن العمل، العمل هذا الخدمة، كل الذين تألموا لازم يخدموا مهما كانت طبيعة الآلام، ننطلق في هذه الحياة باش نعمروها. ربي قال على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي الآية 105 من سورة التوبة وقل اعملوا خدموا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وكي نخدموا للآخرة ونخدموا للدنيا نعمرهم في زوج. ربي قال على الأمة الإسلام قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، ما تنساوش أنتم راكم أمة واحدة
هذه في سورة الأنبياء الآية 92، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. المتشابهات اللي تشبه هذه نلقوها في سورة المؤمنون الآية 52، وإن قراءتان، هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. اللي هي فاعبدون هنا فاتقون، أمة عندنا دور، عندنا رسالة كأمة، عندنا رسالة كأفراد صح، ولكن ننتمي إلى أمة وننتمي إلى البشرية أيضا، وسيأتي البيان. من بعد الأمة هذه التي شرفها الله قالها في سورة البقرة الآية 143، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الأمة الوسط للدين الوسط، لازم تلتزم خط الاعتدال والوسطية إلى النهاية، خط آمن مريح جدا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هو باش نكونوا شهداء لازم نكونوا خدامين، يكون عندنا حضور، لأن الشهادة تقتضي الحضور في جميع المجالات، في مجال العمران، في المجال الفلاحي، في المجال التعليمي، في المجال الإعلامي، في المجال التكنولوجي، في علم الفلك، في علم الجيولوجيا، في علم الجغرافيا، في علم الشريعة، في كل شيء، في جميع العلوم لازم الأمة تكون حاضرة بفروض الكفاية، بتمثلها لفروض الكفاية الكثيرة جدا. قال لتكونوا شهداء على الناس، الأمة الشاهدة على الناس، هذا شرف كبير وفي الوقت نفسه في تكليف كبير، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وباش تفهم الآية هذه مليح روح الآية 41 من سورة النساء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الخاتمة، بعد الألم جاء الأمل، بعد الأمل جاء العمل، بعد العمل يأتي الأجل. نروحوا قاع نموتوا، ربي قال ولكل أجل كتاب. إذن في النهاية رحلتنا في هذه الحياة قصيرة ولو طالت، قال أحد الحكماء الحياة أقصر من أن نقصرها، هي ديجا قصيرة وحدها برك، ما نزيدوش، لازم نحسن استثمارها، نستثمر دقائقها وثواني. نحن الآن في شهر رمضان، يا ريت ربي يوفقنا جميعا لاستثمار هذه الأيام المباركات صياما، وهذه الليالي المباركات قياما. الأجل والأجل باين، الشافعي الله يرضى عليه يقول ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. والشاعر يقول الموت باب وكل الناس داخله، ما كاش اللي يدخل هذا علاش اسمه الموت حق؟ على بالكم على الشيء الوحيد الذي لا يحتمل قد وقد، ما يحتملش لي بروبابيليتي الاحتمالات، اي حاجه ممكن. قل فلان قد يسافر قد لا يسافر، قد يصوم قد لا يصوم لعذر، قد يتاجر قد لا يتاجر، قول لي برك قد يموت او قد لا يموت، ما كاش حفرت وحدها، ما كاش قد وقد باين. الموت كاع اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. اذا ما دام هو موت لا ينكره حق، نقولوا مرحبا باللي عطى الله. لازم واحد يتزود ويدي معاه الزاد، ولن يعود الى 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 الدنيا بعد اليوم. ربي اللي قال في اخر ما انزل عند جمهرة العلماء الآية 281 من سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن الأجل آت لا ريب فيه، إن شاء الله كيجي لقنا جاهزين باش نبدأ رحلة الخلود، رحلة الخلود. الخاتمة، الحياة ألم يخفيه أمل، وأمل يحققه عمل، وعمل يفنيه أجل.
وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. والسلام عليكم.